السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد حول درس التحولات النووية. هاد لابارتي هي التالية في الدرس، اللي هي التأريخ. التأريخ بصفة عامة، التأريخ بصفة عامة هو إيجاد الزمن تي. كي تقول زمن تي معناتها العمر، الزمن ولا العمر سي لا ميم شوز، باسكو الزمن هو عبارة عن عمر والعمر هو عبارة عن زمن. دونك التأريخ هو إيجاد، هو عملية إيجاد الزمن تي، معناتها ما غاديش يقول لك أرخ، غادي يسقسيك على أحسب، جي سؤال أحسب الزمن اللازم، ولا جي أحسب عمر العينة، ولا أحسب عمر التابوت. بار اكزومبل لو كان باين ارخو تابوت تاع فرعون، دونك غادي تشوف يا اما احسب الزمن يا اما احسب عمر. دونك هنا توجور نحاولو نحسبو تي تاعنا، او كي نديرو نحسبو تي سي كو نقدو نحسبوها انطلاقا من اي قانون. ليسونسيال القانون يكون فيه تي. كي نقولو قانون فيه تي، قانون يحتوي على تي، يحتوي ولا له علاقة بتي، يحتوي على تي، يحتوي على تي معناتها قوانين اللي فيهم إكسبو، معناتها عندك ان دو تي تسوى ان زيرو إكسبو موان لامدا تي، عندك ام دو تي تسوى ام زيرو إكسبو موان لامدا تي، عندك ادو تي الاكثر استعمالا هو ادو تي من الشيغي هو مي رخرين تاني. اي قانون فيه تي نقدر نحسبو به العمر ولا نقدر نحسبو به الزمن، معناتها ا زيرو اكس بوم لامدا تي، ومام بالانوية المتفككة اللي هي ان بريم دو تي تسوى ان زيرو مضروبة في ان موان اكس بوم لامدا تي، و ام بريم دو تي تساوي ام زيرو مضروبة في ان موان اكس بوم لامدا تي، وهي ماشية. دونك هاد القوانين كاع اللي فيهم التي، هذا هو التي اللي غادي نحاوسو نحسبوه. دونك اوتوماتيكمون عرف بلي كي غادي تجبد الزمن تي غادي اوبليجي عليك تدخل الالان باش طير الاكسبو باش تحسب التي تاعك شحال. دونك تبع معايا، هادي تبع معايا هاد لابارتي. يقد يكون سؤال على النحو التالي، بار اكزومبل يجيبوا لك عينه قديمه يدو منها 1 غرام، هذه طريقة التأريخ، يدو منها 1 غرام ويحسبوا النشاط تاعها A دو تي بواسطة عدد جيجر. نعرفوا باللي النشاط يحسبه لنا عدد جيجر ويعطينا A دو تي شحال تسوى، ويجيب عينة حديثة من نفس الخشب ولا من نفس المادة الكتلة تاعها لامام 1 غرام، ويحسب الـ A تاعها بواسطة دائما عداد جيجر. دونك غادي تكون عندها A دو تي وعندها A زيرو. الوغ الـ A زيرو دائما وأبدا معروفة جدا بلي كبيرة على A دو تي، معنتها إلا عطاك زوج تاع النوامر، عطاك باغ إكزومبل 10 بكرال و 8 بكرال، 10 بكرال هي A زيرو، توجو كبيرة هي A زيرو. انت سي تفهم باللي هذه عينه قديمه هي اللي راه بيأرخها، والعينه الحديثه هي اللي باي كومباري بها، سما هي ا زيرو حديثه دروك. انت اللحظه زيرو بويسكو عطانا النشاط الاشعاعي، معناتها نجيبو ا دو تي سوا ا زيرو اكس بو موان لامدا تي، ونديرو ا دو تي على ا زيرو تساوي اكس بو موان لامدا تي، نقلبوها تعطينا ا زيرو على ا دو تي تساوي اكس بو لامدا تي تولي بالبلوس. دخلوا الالان تاعنا، تعطينا الان تاع ا زيرو على ا دو تي تساوي لامدا تي، ونجبدو تي تاعنا شحال يسوى، تساوي الان تاع ا زيرو على ا دو تي مضروبه في مقلوب لامدا. فوالا نكونو خرجنا تي، وكاين اللي بغو يكتبوها كيما هاكا مقلوب لامدا يعوضوها بقانون تاع تي ان دومي على الان دو دو، تعطيك تي تساوي الان تاع ا زيرو على ا دو تي مضروبة في مقلوب لامدا اللي هو تي ان دومي على ln دو دو، وتخرج ريزولتا تاع تي تاعك.
او كيما طول لك لي ا كانوا قادرين يعطوك عدد الانويه اللي بقات، كان قادر يعطيك عدد الانويه اللي تفكت، كان قادر يعطيك الكتله اللي بقات الكتله اللي تفكت. معناتها كيما خدمت بالا يتبدلوا غير الحروف، تولي ام ام تي ام زيرو، ان تي ان زيرو، ان بريم القانون تاعه يتبدل كومبليتوم. معناتها تولي تخدم من هذه، من ان بريم بهذه، ان زيرو مضروبة في ام و اكس بوم و لامداتي. ورانا مبينين في فيديوهات سابقة كيفاش تا عرفنا هاد. الور كاين سؤال اللي يجي على هاد الطريقة، هي التريييد مشكل. يقول لك احسب الزمن اللازم، الزمن اللازم لبلوغ نشاط العينة، نشاط العينة ربع نشاطه الابتدائي. معنتها عطاها لك بالعربية، احسب ويتحسب الزمن معنتها تي اللازم لبلوغ سي بون. كي قلت لك احسب الزمن معنتها راه في راسك كاع القوانين اللي فيهم التي، معنتها كاع القوانين اللي فيهم اكسبو لبلوغ النشاط. الور بيسكو يهدر بالنشاط معنتها يهدر بالا، باسكو النشاط الاشعاعي هو ا. نشاط العينة سما نشاط العينة أ في هذه اللحظة تي شي يولي يسوى، يولي يسوى ربع نشاطه الابتدائي، معناتها أ زيرو على أربعة. ألور بويسكو عندك هذه جبتها من طريد مشكل والهضرة اللي هدرها ربع ربع، جيب قانون اللي هو أ دو تي تسوى أ زيرو إكس بوم لامدا تي وتساوي بيناتهم ديراكتومون. أ دو تي تسوى أ زيرو على أربعة، أ دو تي تسوى أ زيرو إكس بوم لامدا تي تساوي بيناتهم، تعطيك أ زيرو على أربعة تساوي أ زيرو إكس بوم لامدا تي. نختزلو أ زيرو مع أ زيرو تعطينا واحد على أربعة تساوي إكس بوم لامدا تي، نقلبوها تعطينا أربعة تساوي إكس بوم لامدا تي، وندخلو ألان تاعنا. ألان تاعنا تعطينا ألان دو كات تساوي ألان إكس بوم يطير وتعطيك لامدا تي، معناتها تي تاعنا تساوي ألان تاع أربعة ديفيزي بار لامدا، معناتها هي ألان تاع أربعة مضروبة في تي أن دومي مقسومة على ألان دو دو. كما هنا ما تخممش اصلا، ما دام راك باغي تحسب التي معناتها تي ان دومي طاح لك في البسط، سينو لا طاح لك تي ان دومي في المقام، معناتها غادي تحسب مقلوب بالزمن، ما كاش منها. تسمى تي ديريكتومون يطيح لك تي ان دومي في البسط، ما تخممش فيها اصلا، لا دير في المقلوب. هذه طريقة ثانية لطرح السؤال، وطريقة ثالثة لطرح السؤال قادر يطرح لك كيما هكا باغ اكزومبل، يقول لك احسب احسب الزمن اللازم اللازم لتفكك 80% من الأنوية الابتدائية، من الأنوية الابتدائية. هنا اللي اختفق لهم باللي راهم يقولوا لك احسب الزمن سي بون تي لازم الواش لتفكك 80%، معناتها تفكك 80% معناتها تفكك 80% معناتها تبقي شعال 20%، معناتها عدد الأنوية لها باقية في اللحظة تي هي 20% من ان زيرو، وتجيب ان دو تي تسوى ان زيرو اكسبو موا لامدا تي. ولاك بي تخدم بال 80% ديريكتومون داكور. عدد الأنوية المتفككة في اللحظة تي تي هذه، عدد الأنوية المتفككة ان بريم شحال تفكت؟ 80% من ان زيرو، وتجيب معها القانون تاع أنوية متفككة ان تي تساوي ان زيرو مضروبة في ام و اكس بوم و لامدا تي. الوغ نساوي بيناتهم، عندك 20% ان زيرو تساوي ان زيرو اكس بوم و لامدا تي، ان زيرو ان زيرو طير، نقلبو 100 على 20 صافي 5 تساوي اكس بوم لامدا تي، ندخلو الان تاع 5 تساوي لامدا تي، معنتها تي تاعنا تعطينا الان تاع 5 قسمة عفوا لامدا، والتي تساوي ألان تاع 5 مضروبة في تي ان دومي مقسومة على ألان دو دو. كونسونطري معايا من هاد الجهة، تعطينا لو ميم ريزولتا، ان بريم تسوى 80% ان زيرو، ان بريم تسوى ان زيرو مضروبة في ان موان اكس بوم لامدا تي، دونك 80% ان زيرو تساوي ان زيرو مضروبة في واحد ناقص اكس بوم لامدا تي. ان زيرو مع ان زيرو يطيرو، تعطينا 80/100 موان 1 باسكو هاد الان هادي غادي تولي منها تولي بالموان، تساوي موان اكس بو موان لامدا تي. دروك شنديرو لها تو سامبلومون بتوحيد المقامات، غادي يطيح لك 80% موان 100% تعطينا موان 20%
تساوي موان اكس بو موان لامدا تي موان مال ما يطيرو نقلبو تولي 100 على 120 تساوي اكس بو لامدا تي 100 على 20 توجور هي 5 تساوي اكس بو لامدا تي ندخلو الان الان دا 5 تساوي لامدا تي معناتها تي تاعنا تساوي الان دا 5 قسمة لامدا واللي تمثل الان دا 5 الان دو 5 مضروبة في تي ان دومي مقسومة على الان دو 2. سنوافيكم لاحقا بفيديو فيه تمرين مختص في التأريخ ونفهمكم بطريقة موضحة كيف يتم ولا كيف تتم عملية التأريخ بواسطة الكربون 14. وبهذا الشكل نكون كملنا درس التحولات النووية. دوك نحط لكم بعض التمارين باش تقدروا تراجعوا بهم ونزيدكم درس الظواهر الكهربائية. نبدأ بالأرسي في الفيديو القادم بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.